أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك الكدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مضلة همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز زراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية
برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غناه اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجاء وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجره اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم ثياب سيبه السبسب وربا واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغاه اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.